السلام عليكم، معكم مطبخ هانية. اليوم مطبخ هانية عندي بزاف، يعني ما حطيت لكم فيديوهات. انا راني في عطلة، راني كما قال جوزو يامات راحة في البحر. على هذا انا يعني ما راني في البحر، قلت انا ندير لكم يعني فيديوهات خاصين بالبحر. كما اليوم واش راح نديرو؟ راح نديرو لي بيني ولا عجينة لي دونات، راح نديرو بها لي بيني ملح في السخانه، ملح البحر الدراري يعني الكبار والصغار. واش عندنا في هذه الكيفيه؟ عندي كاس تاع حليب، هاوليك نديرو هنايا، يكون شويه دافي الحليب ما يكونش بارد. هذاك الكاس تاع الحليب واش ندير له؟ ندير له ملعقه تاع خميره الخبز. هاي لك الخميره، انا راني دوكا هنايا ما عنديش يعني كيما في الدار، انا نستعملو واش عندنا لي مويان دو بور كيما يقولو. على هذا انا قلت نصور باش نوريكم يعني ابسط الاشياء تقدري تخدمي حوايج، ماشي مشروط لازم يكون عندك يعني التاوي في الدار. هاي اللي كنديرو مغرفة تاع خميرة، هاديك مغرفة تاع خميرة نديرو لها زوج مغارف تاع سكر. هاي لك وحدة زوج باش العجينة تاعنا ما تجيش صابطة. هادايا واش نزيد ندير؟ نعمر ندير قيس كاس تاع فرينة في هاد الخليط. هاني عملت كاس تاع فرينة كيما اللي كينا به الحليب، راني كيلت به الفرينة باش هكدا تشوفو المقادير مضبوطة. ندير هاد كاس تاع فرينة ونخلط، نخلط المكونات حتى كما راكو تشوفو بالمغرفة، نخلطهم مليح ونخلي الخميرة تاعنا حتى تتفاعل باش نزيدو المكونات الأخرين. هكدايا نغطي الخليط تاعي، أنا دوكا ما عنديش، نغطيه غير بساشي تاع بلاستيك. كي تكوني في الدار غطيه في يعني بابي فيلم ولا اي حاجه تكون نقيه نغطيه ونولو. بعد ما تفاعل الخليط تاعنا شوفوا كيفاش ولا طلع الخميره هذيك، شوفوا كيفاش تفاعلت. هكذا دوك نزيدو المكونات اللي قعدوا. واش عندنا؟ عندنا انا ندير يعني مبشور الليمون، زاز تاع القارص، هذه اختياريه، هي تحبي ديري غير لاباني ديري، انا نحب ريحه القارص في لي بانيي. ندير شويه لاباني، ونقول لكم يعني في يعني في الكومبينغ يعني في مانيش في الدار. انا هذاك يعني واش عندي الامكانيات اللي كان عندي نستعملهم، ما عنديش يعني تاويل كيما في الدار. هذه هي واش نديرو تاني؟ عندنا الملح، نديرو الملح هكدايا نبلك، نخلطو هاد المكونات. واش نزيد تاني؟ عندنا زوج حبات بيض، نديرو البيضة كاملة وبيضة نحولها غير البياض صافا نخلوه. نقدروا نديروا حبابيض يعني نقدروا ما نديروش ثلج نكتب هي. كي تحبي ديري يعني هاد لي بيني طيبيهم في الكوشه، تقدري تخلي يعني ديري كميه وكميه تخلي ديريها في الكوشه، اللي ما يحبوش المقلي يقدروا يديروها في الكوشه هكذا هي. نخلط هاد المكونات هكا باش ندمجو مع بعض. باش نزيد انا حنزيد لها عندها زوج ملاعق تاع زبدة، ما عنديش الزبدة، انا ندير المنقارين ونخلط، ندير بيه المنقارين ونزيد ندير الزيت، نحكم نعمر ربع ملاعق زيت هكا. واحدة زوج ثلاثة أربعة وهكذا هي. لا عندك الزبدة ديري الزبدة، خلي ما ديريش الزيت ديري غير الزبدة هكذا هي. دوكا نبداو نعمرو الفرينة،
كيما درنا مع الاول كعملنا الكاس نزيدو نعمرو الكاس نعمرو بالكاس باش نعرفو كيف درنا كاس الاولاني ودوكا نديرو الكاس الثاني باش نشوفو الكميه شحال دخلت فيها الفرينه هكذايا نوليك الكاس تاعنا نديرو بعد ما تدخل صيافها يعني هكذا نخلط نزيد الكاس تاعي ونقول لكم انا نخدمو بابسط الامكانيات واش كاين انا نخدمو به هذا الثاني شوفوا العجينه تاعي بدات تلعب هكذا صافي درنا واحد مع الاول وزوج وهذا صافي هذا الرابع صافي ثلاثه كلش هذا الرابع كاس الرابع تاع هكذا درك بصح ما نديروش على خطا نبدا ندير بشويه ونشوف على خاطرش العجينه تاعي بدات تلايم مانيش حابه نديرها يابسه راني حابه تكون طيه ولا حسب الفرينه إذا كانت الفرينه كاين اللي ما تشربش تقدري ديري الكاس كومبلي وكاين وين لا غادي نزيد نزيد شويه راكو تشوفوا ها مانيش ندير الكاس مازال ما درتوش كاع درت نصو ها ديك حتى لهنا دوك نشوف نخلط نشوف نحب انا اللي بيني تاعي يجوني خفاف ها عجينة لي دونات نزيد نكمل نكمل الكاس هكذا ندخلو ربعة دوك نستعمل يدي علاش كملت زدت ربعة راح نزيدولها زيت مغارف تاع مغارف نزيد تطرى شوية هاهيك هاهي العجينة تاعنا هاهيك شوفوا كيفاش جات هاي العجينة تاعنا كيفاش جات هكدا وهي هكا طرية ندخل لها في المقالي هكدا دوك نجيب المقالي لازم تكون درجة حرارة الغرفة لازم تكون يعني ماشي جامدة دايبة هاك شوفوا كيفاش راهي شوف ندير الغرفة الأولانية قلت لك اللي عندها الزبدة تقدر دير الزبدة الزبدة راهي فيها الكراب غابوا مانكاي مانكاي راهي فيها الما على هداك اللي نزلت لها هادوك الغاف تاع الزيت باش تجينا بزاف هكدا نزيد الغرفة التانية هكدا هكدا درنا جوج ملاعق تاع مانكاي نحط هكا نجي وندخل العجين تاعي هاي العجينة تاعنا دوك ندير شوية زيت في يديا باش نقدر نلايمها هكدا you
العجينة تاعنا. حكمت درت من غرفة تاع فرينة هكذايا، راني درتها هنا هايلك باش نخلط، باش يعني يندمجوا هذوك المكونات، وهذيك الفرينة هي يعني تعاوني باش العجينة تاعي تلاين. وهكذايا شوفوا العجينة تاعنا هكذا هايلك هكذا، دوك نخليها تخمر ومن بعد نولو. هاي لك العجينة تاعنا بعد ما خمرت، شوفوا كيفاش طلعت، شوفوا فيها كيفاش طلعت. انا واش ندير دوكا، نحبطها نكسرها الخميرة باش المخليط يدي بشوية تاع الزيت هكدايا، نكسرها الخميرة ونعاود نخليها تخمر. شوفوا كي نكسرها الخميرة شغل راني ندلكها، علاش ندير لها هكذايا؟ خاطر انا ما عنديش يعني حاجه اللي عجنت بيها ولا هاكا، شفتو عجينه مثلا يعني لاباط ما تعجنتش. هاك شوفوا كيفاش، دوك نعاود نخليها تطلع باش نبداو الخدمه. هايلك هايلك العجينه بعد ما عاودت خمرت، دوك واش نديرو؟ نحكم ندير لها شويه فرينه، نقسم نفس الكميه هكذايا نحطها فوق لاطابل دو طرافاي ونحلها. نديرها شغل حبيتات هذا المطايف هذا، كما قلت لكم اللي تحب ما تاكلش لي بيني ديرهم في الكوشه، تحبش القرمه قليان ديرهم في الكوشه، نديرهم ساكا ساكا كل واحد نديرهم واش يحب ياكل. وهكذايا هكذايا واش نجيب؟ انا ما عنديش باش نقطع، عندي هذا الكاس، عندي هذا الكاس راح نقطع به كيما قلت لكم، راني يعني في العطلة الصيفية وهذا المكان اللي انا فيه يعني مانيش كيما في الدار، صافي واش عندي نستعمل. هكذايا نقطع، واش قلت لكم لازم الانسان يسلك روحه، ماشي لازم ما عندكش حاجه ما تغيبيش ما ديريش ولا بابسط الاشياء، نديرو حوايج ونديرو نفرحو اهل الدار وخير ما نشرو برا. هايلك نجيب سنيوة نفتحو بالسنيوة هكدا، انا دهنتها بشويه زيت هكذا، كمل العملية. بعد ما كملت حليتهم واش ندير؟ نجيب القاع تاع نديرهم هكا بهذه الطريقة تاع الكاس هكذا، أنا راح نحشي ندير كريمة في الوسط هكذا. نخليهم يخمروا من بعد ندير لهم الكريمة، نشعل الفوق تاعي، الفوق اللي راني حنستعملونه ماشي كيما في الدار، الفوق اللي عندي هذا يشعل من تحت ومن بعد كيطيب نشعلها من الفوق هكذايا. راني درته يسخن نحطها تخمر ومن بعد نديرو لها الكريمة. هايلك بعد ما درت العجينة هاديك، هداك الطاف اللي قاتلي دوكا نديرو لي فيني ولا لي دونات تاع المقلة هكذا، دوك نحل هاديك العجينة اللي قادت وهادو قاني حليتهم يا خمري كيما قلت لكم هكذايا. نحل العجينة تاعي كيما حليت الاخرى ونقطعهم
هانتايا نحطهم كيف كيف يخمروا باش من بعد نقليهم. هكذا نكمل العمليه بعد نوريكم. بعد ما العجينة تاعنا هذه خمرت واش ندير؟ عندي صفار تاع حباب هذيك اللي خليناه، نديروا هذاك الطرف ندهنوهم. انا درت لها شويه تاع قهوه، هذه حاجه اختياريه، وحده دير واش تحب، اللي حبه شي حليب اللي حبه هكذا. هنايا من بعد عندي الشكلي ديال الباتيسير، غادي نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. هكذا نجيب هذيك الكريمه هكا، نحكم الكريمه ونبدا نفرغ في القلب تاع الحبه. متفقدش شي هنا، نبدا بعدا تحبي ديري شوكولا، تحبي ماشي نشرط يعني الكريمه، هذه حاجه اختياريه. نكمل نشعل الفوق كما قلت لكم على 180 درجه، بعد دوك نوريها لكم كي نكملها يعني ندير لها الكريمه. هاي اللي كسنيوها بعد ما كملت عمرتها، كما قلت لكم الفوق تاعي راه شاعل على 180، انا عندي الفوق يشعل من تحت من الفوق، نشعلو من تحت نطلع السنيوه تاعي كاع على الفوق، نخليها طيب، كي طيب نحبطها باش نخليها باش نحمرها شويه، نديرها طيب ونولي لكم. بعد ما سخنت الزيت دوك نبدا نقلو هادوك لي بني، درت حبة باش نشوف، نروح نبدا ندير نقلة. هكذا نخلوهم يتقلاو، نقصوهم الفرن ونخلوهم يطيبوا في غضهم وهما يطلعوا هكذا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا فيهم. هاملك هادو هما لي بني تاعنا، نكمل العمليه ومن بعد نوريهم لكم. هادو مالي طيبتهم بهذه الطريقه، شوفوا كيفاش جاو، نقدروا نشبحوهم بشيا لاجولي ولا بشيا معجون، انا اللي درت لهم المعجون وهذه حاجه اختياريه. هايلك وهادي كيفاش، وهادوك لي بني كاين درت لهم السكر هاملك شوفوهم. دوك نكمل نوريهم بطبيعة التقديم. هاملك لي بني اللي درنا مع بعض شوفوهم كيفاش خرجوا، كيما قلت لكم انا درت لهم غير المعجون، وهادي حاجة خيار كل وحدة دير واش تحب، لي حبت دير شوكولا ولا عندنا هنا شويه لاتاي كيما قلت لكم لي مويان دو باغ، وهذه اللي درت لها الكريمه. هايلك عندكم يعني زوج بعجينه وحده ديروا زوج وصفات. نفتح لكم حبه تاع بيني باش تشوفوها. هايلك شوفوا كيفاش تجي الداخل، جا كل قطن. هذه هي الوصفه، وهادوما درنا لهم الكريمه هاملك. انا اللي درتهم رقاق، والكوشه تاعك الفوق يلعب دور، الا كان عندك الفوق يشعل من فوق ومن تحت من الاحسن تطلع لك خير من هاديه. هايلك هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ديروا لنا اشتراك ديروا لنا لايكات باش يوصلكم المزيد في مطبخ هنيه. واش نقول لكم، صحتكم وشهيتكم ان شاء الله في الجنه.